لازلنا في كورس ويندوز فورم ان سي شارب اللي هو الديسك توب ابلكيشن، والنهارده هناخد اداه بسيطه جدا ودرس صغير. المثال بسيط خالص اللي هي الاداه اللي اسمها تراك بار. اداه التراك بار دي موجوده فين؟ موجوده هنا في التول بوكس، واقدر طبعا استخدمها برمجيا، لكن احنا في اداه التول في الويندوز كومن فورم ممكن اكتب اسمها هنا فوق تراك بار بدل ما اقعد ادور واسحبها كده. ده شكلها. يبقى انا عندي كام اداه؟ انا ساحب واحده هنا مغير لونها، مغير اهم الخصائص بتاعتها الباك كولر، اقدر اغيره فيدي الالوان دي. لو دوست كده واستخدمت اي لون من الالوان دي هيبدا اللون يتغير معايا. طبعا لو انا استخدمت الالوان، في الوان كتير طبعا، فعندي كمان حاجه كده اللي هي الشرط دي، في حاجه اسمها ستايل هنا. ليه تراك ستايل توب ليفت، لو بص لو شفنا دي تراك ستايل بتاعها، بوتون رايت بوتون بتبدا بوتون رايت. طب وبعدين في توب ليفت، وايه كمان؟ في بوس. الاقي الشرط فوق وتحت، الشرط بتاعتها فوق وتحت. في عندي كمان خاصيه تاني موجوده اسمها المينيمم فاليو والماكسيمم، وحاجه اسمها الفريكوينسي. فريكوينسي هنا كان التريك فريكوينسي واحد، يعني ماشي بيمشي 1 2 3 4. التانيه اللي انا بستخدمها دي التريك فريكوينسي 2، فبيتحرك كل الشرط كل 2 زي ما هنشوف لما نعمل ران دلوقتي. هنا الشرط يمكن مش باينه قوي يعني في الشرط اهي، شرط اهي، بس يمكن اغير اللون عشان تبان. ونخليها فوق وتحت برضك اللي هو التريكر ده ستايل بوس، فلاقي الشرط فوق وتحت. اما اعمل ران كده الشرط هنا بتتحرك، تيجي في الوسط وتقف، لان الفريكوينسي 2 تقف هنا، بسحب دي كده وتقف هنا، يبقى دي 1 وبعدين دي 2. هنا بقى بتتحرك كل واحد عشان الفريكوينسي 1. هنا ليها مينيمم، المينيمم 0 والماكسيمم 10، هنا المينيمم بردك 0 والماكسيمم 10. انا عامل لها برنامج صغير، هي ليها ايفنت اسمه سكرول. فاداه الليبل 1 المحطوطه جنبها دي، الاداه دي اسمها ليبل 1، عاملين احنا في الايفنت بتاع السكرول ده ليبل 1 دوت تكست تراك بار 1 دوت فاليو تو سترنج، عشان طبعا هو بيدي الفاليو دي رقم، فحولها للسترنج عشان تظهر فيه الليبل 1 دوت تكست. الرقم ده بيتغير برمجيا في الايفنت اللي اسمه سكرول. يبقى احنا اهم خاصيه فيها التريك ستايل دي، والفريكوينسي 2 نقدر نخلي الفريكوينسي بتاعها 1، فبالتالي الشرط دي هتبقى كل 1. وليها مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو، يعني المينيمم فاليو كان في مثال الساعة اللي خدناه قبل كده، عملنا المينيمم 0 والماكسيمم كانت ماشية مع الدقيقة 60. ده المينيمم 0 اهو، ممكن اخليه غير الصفر، اخليه اي رقم تاني، اخليه مثلا ماينس 10، وممكن اخلي الماكسيمم نفسه حاجة تانية خالص 10. بقى هي بتبدأ من هنا من ناقص 10، نشوف كده. يعني انا كده لما ارجع كده هتوصل لعشرة، وهنا تبقى ناقص 10. ممكن تستخدم في ايه؟ لو انا عايز ان انا احط داتا محدودة، وان الشخص ما يدخلش الداتا بايديه، يحرك التراك بار ده، اعمل كذا واحد يدخل داتا معينة لإكويشن معينة مثلا،
او لمنحنى معين هيرسم، زي مثلا معادله من الدرجه الثانيه. انا مش عايز ان انا ادخل الداتا بايدي، انا عايز احرك ده يبقى ده الفاريبل A مثلا، احرك ده يبقى ده الفاريبل B، احرك واحد تاني يبقى C، ويبدا اوتوماتيك بيتغيروا الثلاث ارقام دول من الرينج اللي انا محدده، وبعدين ابدا ارسم. يرسم يعني بتبقى بتسهل، يعني ممكن تبقى بنعمل برامج سيميوليتور لحاجات معينة. شفت حاجات كتير جدا بالأداة دي. فطبعا بتبقى موضوع البرمجة أو استخدام البرنامج بيبقى سهل سهل جدا يعني. وهنعمل حاجة زي كده إن شاء الله، يعني مثلا رسم معادلة من الدرجة الأولى مثلا اللي هي أ س زائد ب بيساوي ثابت بيساوي ج مثلا. فأنا عايز أعرف المعادلة مثلا بتبقى ص بتساوي أ س زائد مثلا ب، فأنا عايز أدخل أجيب أدخل أ و ب بتوع المعادلة من الدرجة الأولى. فممكن ده يبقى أ، وأنا عايز أ بيبقى الرينج بتاعه من كذا لكذا، وعايز ب يبقى الرينج بتاعها من كذا لكذا. بناء على التحريك اللي أنا هحركه ده هيرسم المعادلة دي في مكان برسم المعادلة أونلاين مع الإيفنت ده كده، مع التغيير السكرول ده هو بيغير المعادلة، الاقي المعادلة بتتحرك قدامي، الخط بيترسم قدامي اونلاين كده. فدي فكرة الآلة، فكرة الأداة البسيطة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التراك بار. بس ده ملف صغير بنشرح فيه الأداة دي. هو دي أهم حاجة، المينيمم والماكسيمم فريكوينسي والفاليو بتاعتها، الفاليو بدأ بصفر يعني، وطبعا الفريكوينسي اللي هي اللي بتتحرك كل قد ايه، طبعا هنا السكيل اللي مرسوم عليها ده. شكرا، سلام.